خلال أزمة تشرين التحريرية عام 1973 وفي الوقت الذي اندلعت فيه الاشتباكات على هضبة الجولان بين سوريا والعدو، لمع اسم الضابط السوري عمر الأبرج والذي كان حينها قائدا للفرقة السابعة مدرعات. وتمكن الأبرج خلال الاشتباكات من الهجوم والدخول إلى عمق هضبة الجولان وصولا إلى بحيرة طبرية، وبعد يومين نجح الأبرج بفرقته السابعة في الوصول لحدود جسر بنات يعقوب، ما يعني عبوره الجولان كاملا والوصول لحدود فلسطين. وقاد الأبرج أيضا معركة تل المخافي، وهي المعركة الرئيسية في أزمة تشرين التحريرية. لكن في اليوم الثالث من المعركة وأثناء الاشتباكات أعلن نبأ صادم، وهو رحيل الأبرج في ظروف غامضة، لتقوم القوات السورية في اليوم التالي من وفاته بالتراجع لأسباب ما زالت موضع جدال حتى اليوم. وقد اختلفت الروايات حول نهاية الأبرج، فالرواية الأولى والرسمية للنظام السوري تحدثت عن أنه من أنهى حياة نفسه، أما الرواية الأخرى فقالت إن حياته أنهيت لكن دون معرفة المسؤول. وبحسب الرواية الثانية فإن الجيش السوري عندما نجح في تحرير الجولان بالكامل ومرتفعات جبل الشيخ، وعند وصول القوات السورية إلى بحيرة طبرية، اتصل الرئيس السوري حينها حافظ الأسد بقائد الفرقة السابعة مدرعات العميد عمر الأبرج، وطلب منه العودة فوراً إلى حدود الاحتلال السابق، فرفض الأبرج تنفيذ أوامر الأسد، ما جعله يقوم بإرسال ضابط من أنصاره لإنهاء حياته، واستلم الضابط قيادة الجيش وعاد به إلى حدود الاحتلال السابقة. ولم يكن دور الأبرج مقتصراً على أزمة تشرين التحريرية فقط، بل كان له مواقف حاسمة من الاستعمار الأجنبي، حيث ناهض الأبرج الانتداب الفرنسي على سوريا وتصدى له بكل قوة. ويقول السوريون إنه بعد أن خطب خطبته الشهيرة في الجامع الكبير ببلدة المعرة وحث فيها المستمعين على الصمود للمستعمرين ومقاومتهم بعناد وشدة، احتجزته السلطات الفرنسية ونقلته إلى السجن العسكري في حلب، حيث تعرض هناك لأسوأ أنواع العنف، حيث صيق مكبلاً بالحديد إلى المحكمة العسكرية التي حكمت عليه بإنهاء الحياة، لكنه كان صغيراً في السن حينها، ما أدى إلى تخفيف الحكم إلى السجن والنفي خارج البلاد لمدة 20 عاماً، لكنه بدلاً من ذلك زج به في السجن الملكي في حلب. ولم يمكث الأبرج في السجن طويلاً، حيث صدر قرار بالعفو عنها وتمكن من العودة إلى ساحة الاشتباكات ليقود الهجوم ضد العدو ويحاول استرجاع الجولان.